فكرة التعامل بالعملات المختلفة داخل مصر. والنهاردة تحديدا بنتكلم على أن مع نهاية شهر سبتمبر اللي احنا فيه هيكون في تعامل بالروبل الروسي. وخلينا نقول لحضراتكم ليه التوقيت مهم، لأن احنا مقبلين على ذروة الموسم السياحي، شهر 10 و11 و1 و2، والفترة دي كلها هي يعني ذروة الموسم السياحي. بتبدأ بقى تشوف عندك إقبال من السياح اللي بيبقوا بيهربوا من فصل الشتاء عندهم، أو كمان الأجازات الرسمية بتكون عندهم في الفترة دي، فبيكون في إقبال على السياحة الخارجية. واحنا طبعا بنهتم بفكرة ان احنا مين السياح اللي بيجوا عندنا. طبعا عارفين ان السياحة الروسية بتشكل جزء كبير جدا من السياحة المصرية، فإنك تخلي يتم إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات اللي بتستخدم في مصر، بمعنى إن السائح ده لما يجي مصر يقدر إن هو يصرف بالروبل بتاعه، يدفع للفنادق، يبقى بيشتري بالروبل، يعني تعاملاته تكون بالروبل، يبقى عنده الموضوع سهل. ده معناه إنك بتشجع السائح ده إن هو يجي عندك، مش هيواجه بقى أي صعوبات أو معوقات ليها علاقة بالعملة، فقرار مهم جدا. ده بناء برضو على تصريحات من إحدى الشركات الكبرى في قطاع السياحة في روسيا، والقالت ده بناء على يعني معلومات من البنك المركزي المصري. خلينا نفهم أهمية القرار ده واتخاذه في التوقيت الحالي. وبينضم لينا على التليفون أستاذة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال. برحب بحضرتك يا أستاذة حنان. مساء الخير يا سينا. مساء النور على حضرتك. قرار البنك المركزي أو ما تم إعلانه من قبل إحدى الشركات الروسية بأن البنك المركزي هيدي فرصة وهيدرج الروبل الروسي في العملات اللي بيتم التداول بها في مصر، اشرح لنا كده الفكرة وفي نفس الوقت أهميتها. بصي، هو البنك المركزي بيبحث التعامل بالروبل الروسي، ما اصدرش قرار للتعامل بالروبل الروسي، بس هو في يعني اتجاه الى اتخاذ هذه العمله ضمن العملات اللي بيتم التعامل بيها. طبعا لازم نخلي بالنا من حاجه، لما هيتم التعامل بالروبل الروسي لازم يتوافر عند شركات الترافيك، يتوافر في البنك روبل روسي ويبقى محدد به سعر صرف مقابل الجنيه، ويبقى معلن هذا السعر الصرف على القوائم المتواجده داخل البنوك يوميا. انا عايزه بس حضرتك تشرحي لنا كده بشكل مبسط الاول، يعني ايه يكون في تعامل بالروبل الروسي؟ يعني يقدروا يعملوا ايه ومع مين؟ يعني يبقى في تبادل ما بين مصر وروسيا وروسيا ومصر بالعمله الروبل الروسي. هو روسيا كانت اتخذت قرار من 2015 ان هي ممكن تتعامل في اي منتجات هتصدرها لمصر، تدي لمصر بالروبل، ولما تيجي تاخد من مصر اي منتج تاخده بالجنيه المصري. ده كانت اتفاقيه تجاره مشتركه. هي لسه ما دخلتش في حيز التنفيذ، ولكن يعني هي على وشك التنفيذ. طب وخصوص السائح يا استاذه حنان، السائح الروسي اللي جاي مصر بقى، لان الموضوع هنا بيعتمد بشكل اكبر على فكره التسهيل على السياح، هل يقدر بقى يحجز فنادق ويشتري بالروبل الروسي، ولا الموضوع ايه بخصوص السائح؟ هيجي بالروبل الروسي يبدله ويتعامل بالجنيه المصري، يعني هيبقى عمله معتمده، ممكن ان هو يبدلها بالجنيه المصري ويتعامل بيها، لانه كان بيضطر ان هو راجع جاي من بلده يبدل الروبل بدولار، وبعدين يجي يبدله في مصر بجنيه مصري او يتعامل بالدولار داخل مصر. طبعا دوت كان بيقوي من مركز الدولار، وكان بيخسر من قيم العملات الاخرى. طبعا لما تنوعي بقى التعامل بالعملات الاخرى زي الروبل وزي الين واليوان وما الى ذلك، انت كده بتزعزعي عرش الدولار، وما بيبقاش هو العمله الوحيده اللي بتبقي محتاجه ان هي عندك احتياطي نقد اجنبي كتير منها عشان توفي التزاماتك، وده كمان بيقوي من قيمه الجنيه وبيخفض كمان من قيمه الدولار. طبعا احنا شفنا في الفتره الحاليه في، طبعا مش احنا بس، مش مصر بتعاني بس من انخفاض احتياطي النقد الاجنبي، لا العالم كله عنده مشاكل بسبب ارتفاع الاسعار عالميا، وبسبب التضخم، وبسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن بتحاول كل دوله على قدر قدرتها وعلاقاتها الاقتصاديه مع الدول الاخرى ان هي تنوع نوع العمله اللي بتتعامل بيه. يعني مثلا لو كان في ازدراج لادوات الدين، بيحاول ان هو ينوع من العملات اللي بيتعامل بيها، ده بيسمح له ان هو يبقى عنده التنوع، وبيسمح له كمان ان هو يقوي قيمه العمله المحليه قدام سله العملات، وكمان بيثبت ان هو قادر ان هو يتعامل بعملات اخرى مش مقتصر على عمله معينه. طب انا في جزئيه كنت عايزه اسال حضرتك عليها بخصوص المصارف، لان اتقال ان هيكون في اجهزه الكترونيه
خاصة في فروع البنوك هي بواسطة الأجهزة دي هيكون صرف الروبل. لو تشرحي لنا أكتر الفكرة دي. بصي، أول ما هيتم التعامل مثلا بعملة أخرى زي مثلا الروبل الروسي، لازم يبقى البنك قادر وعارف إن يبقى له صرف خاص بيه، ويبقى فيه قدرة على توافر هذه العملة عشان ما يعملش نوع من الطلب الزايد فتعلى سعر العملة داخل الدولة ويكون سعرها حقيقي مختلف. يعني ده جهاز اي تي ام يا أستاذة حنان أو جهاز صراف آلي؟ بيبقى التعاون ما بين المركزيات، يعني البنك المركزي مثلا المصري والتعاون مع مثلا الجهاز المصرفي الروسي، وبيبقى فيه معاهدات للتبادل التجاري وبتبقى منظمه ومعروف قدرها ومعروف الضخ الفلوس الخاص بيها عشان تبقى كل حاجه ماشيه في نطاقها القانوني. اذا تقييم حضرتك ان الخطوه دي لو تم تنفيذها فعلا هتكون في صالح الاقتصاد المصري اولا، وطبعا هتعزز من قيمه الروبل طبعا، وكمان هتظبط كمان قطاع السياحه وهتنمي الموارد بتاعته، لان زي ما احنا عارفين ان غالبيه السياح اللي بيجوا في موسم الشتاء زي ما حضرتك ذكرتي هم من منطقه روسيا ومنطقه اوروبا، وهيبقى في على فكره تسهيلات في الفتره الجايه عشان استخدام شريحة اكبر من السياح بالتزامن مع مثلا فصل الشتاء وعدم وجود مثلا تدفئه بسبب انخفاض توريدات الغاز والمواد التدفئه اللي بتدور في منطقه اوروبا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل التوضيحات ليها علاقه بفكره ان البنك المركزي بيبحث ان يتم تداول الروبل الروسي داخل مصر. كنت معانا استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.